كاظم يعلم جيدا أن لقاءه مع النصر يعني النقاط الثلاث، ولا مجال لخسارة المزيد بعد ضياع نقاط الكويت. والنصر يريد أن يستغل عاملي الأرض والجمهور ويطبق على كاظم منذ البداية. وبالفعل بعد مرور 20 دقيقة استغل اللاعب أحمد حمود خطأ دفاعيا للاعب خالد الشمري ويسجل للنصر. بعدها استطاع المحترف التراوري من تسجيل هدف آخر للنصر بطريقة جميلة. وكان كاظم على ما يبدو بحاجة إلى هدفين حتى يصحو من سباته، فنجح فيصل العدواني من اقتناص تسديدة مباغتة في زاوية صعبة على حارس النصر. بعد مرور 23 دقيقة يعود سعيد الخرازي لتسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول المثير بهدفين لكل فريق. في الشوط الثاني حاول كاظم الضغط على خصمه لاقتناص هدف التقدم، وبالفعل نجح المتألق فهد الفهد بتسجيل هدف كاظم الثالث في 70 من عمر اللقاء. استطاع النصر بعدها من العودة للمباراة، ليستغل المتألق سعيد الخرازي كرة نجح في خطفها في شباك النصر قبل النهاية بدقيقة ليخطف نقاط المباراة الثلاث ويضعها في جيب كاظم المتصدر.